أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا ضيف البرنامج جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. مرحبا. اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى، يحلو الحديث عن الحبيب، حبيب الأحباء وصديق الأصدقاء، الصديق الألصق من الأخ. نتكلم عن الله والعلاقة مع الله ونبحث عنه أيضا من خلال هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، بلغنا قبل لحظات أن أحد الإخوة المسلمين الذي أنار الله بصيرته ودخل إلى العائلة السماوية قد وضع في السجن. كان يسير مع الخطاة في العالم وشريرا، والآن أصبح مؤمنا بالله ويسير ضمن مشيئة الله، وهو في السجن نتيجة لهذا، وهو يصلي ونحن نصلي معه أيضا لأجل الحكومات والدول التي لازال هناك صعوبة لهم أن يعطوا الناس حرية العبادة. لكن تذكر يا أخي وأختي أن وعد الله في الكتاب المقدس يقول: الذين يضايقونكم يجازيهم الله ضيقا. لذلك نحن نصلي من أجل المسؤولين، من أجل النعمة، أن الله يعطي نعمة في عيونهم كيما يعرفون الحق والحق يحررهم أيضا. وصلتنا رسائل كثيرة، لدينا هذه الرسالة تقول: الأخ المبارك القمص زكريا بطرس والأخ الكريم محمد، أكتب لكم من بلجيكا وأتمنى لكم السلام والنعمة، وأشاهد برنامجكم المفضل لدى قلبي، لأنني أستمتع به لأنه عرفني الكثير والكثير جدا جدا عما لم أكن أعرفه عن الإسلام، وارتاح قلبي جدا جدا عما سمعته منكم، بارك الله حياتكم لنا. أتمنى أن تصلي من أجلي يا أبي العزيز، فأنا محتاج إلى صلاتك، وأتمنى أن ترسل لي يا أخي محمد كتاب أبناء إسماعيل أو أي كتاب آخر يحتوي على هذه المعلومات التي تحكي وترسل لي وتعرفني أكثر عن الإسلام، مثل الكعبة والحجر الأسود وما إلى ذلك. والرب قد أن يرعاكم برعاية الفائقة. شكرا يا أخونا الفاضل. في الواقع كتاب أبناء إسماعيل وغيره من جميع المواد الآن موجودة على مواقعنا الإلكترونية، وتستطيع أن تحملها على جهاز الكمبيوتر عندك مجانا وبكل سهولة. شكرا للرب. شكرا. ربنا طيب. نعم. نعود مرة أخرى نتكلم عن الإعجاز العلمي في الإسلام، وعما عن اللقاءات التي تمت والكتابات مع الشيخ الدكتور زغلول نجار، واتضح لنا محاولاته الفاشلة في أن يحاول أن لوي العمق للآيات القرآنية كيما تتفق مع العلم الحديث. فهل وجد بين مفكري المسلمين من اكتشف هذا أو اطلع، لربما عرفوا خبايا الأمر ليفضحوا أو يؤيدوا، يتفقوا معه أو يعارضوا؟ تمام. فضل. والحقيقة صدرت كتابات كتير أوي تناقش هذا الموضوع. نعم. وتناقش الدكتور زغلول النجار ومن قبله مؤسس هذا الفن والعلم والإبداع. نعم. الدكتور مصطفى محمود. نعم. وفي كتاب معايا عن كتبه بعض الكتاب اسمه الإعجاز العلمي في القرآن حقيقة أم وهم، مجموعة من المجتهدين. نعم. وأنا مش هتعرض للكلام اللي مكتوب هنا كتير، لكن الكتاب موجود وممكن نحن نحطه على السايت. نعم. لكن من واقع الانترنت عشان خاطر المشاهد يقدر يوصل، في ثلاث أشخاص أنا هتكلم عنهم. نعم. واحد اسمه إبراهيم الجندي. نعم. واحد اسمه الدكتور
حسن مي وواحد اسمه الدكتور خالد منتصر وده مشهور قوي. فانا هستعرض كلامهم نعم. ونشوف ردودهم ايه على لا قبل ما يتسع الوقت يعني. نعم. اذا دعنا نتكلم مع الاستاذ ابراهيم جندي، من هو وماذا قال عن افكار الدكتور النجار؟ ابراهيم الجندي ده صحفي مصري مقيم في واشنطن بامريكا نعم. وكاتب في الحوار المتمدن وده على الانترنت www.rizgar.com. وقال بالنص كده: جميع من اقتحم من اقحموا القرآن في كل شيء بدءا بالذرة ومرورا بالفلك انتهاءا بدخول الحمام ان يعلموا انهم بمنتهى البساطة انما يضعون بانفسهم نهاية القرآن. فهذا معارض. طبعا يعني لان ده حاجة عجيبة. طب لماذا قال هذا يعني وبنى هذا الكلام على اي شيء؟ هو نفسه اجاب على هذا السؤال. واسمحوا لي احبائي ان انا اقرا الكلام بتاعه من واقع ما جاء على الانترنت نعم. وفي احوال كتير في البرامج بتاعتي في ناس بيلاحظوا ان انا بقرا كتير من الكمبيوتر بيفضل ان انا اكلمهم وجه لوجه بس يلاحظ عشان خاطر كل واحد يبقى عارف وانا عارف الجمهور النابه يعرف ان انا كل كلامي عباره عن وثائق يا اما من القران ايات يا اما من الانجيل ايات يا اما من كتب التراث كلام او الاحاديث فلا بد يتقري نعم. ما اقدرش احفظه نعم. لكن الكلام العادي اللي انا بتكلمه بوجه نظري نعم. الى المتكلمين هذا تعليق فسماحا لي في ان انا اقرا من النص نفسه يعني نعم نعم. قال ايه ابراهيم الجندي بقى؟ بيقول: لأن الدين قائم على الإيمان والتصديق، والعلم مبني على الشك والتجريب باختلاف منهجية. بالإضافة لذلك فإن العلم في حالة تغير دائم، أي أن العلماء يمكنهم الإعلان عن خطأ نظرية علمية بعد قرن من العمل بها دون أن يهتز العلم، لأن العلم متغير. أما الدين فهو ثابت، ولو حدث وتبنى نظرية معينة وقال بصدقها ثم تبين بعد ذلك خطأ هذه النظرية فإن أركان الدين ستنهار بالكامل. ده برضو الكلام لمين؟ لإبراهيم الجندي. نعم. ويضيف ويقول إيه: من المهم التأكيد على أنه لا يعيب الأديان أنها لا تحتوي على علم فهي فقط للعبادة. كلام معقول قوي قوي. نعم. وأعتقد أنك أنت قلته كلام ده المرة اللي فاتت. كلام منطقي. نعم. وتساءل قائلا: إذا كان القرآن حقا به علم كما تدعون فلماذا لا تخرجوا هذا العلم إلى حيز الوجود بدلا من انتظار الكفار كلما أبدعوا شيئا تسارعوا إلى الإعلان عن وجوده في القرآن من آلاف السنين. طب أنا قصدي الراجل بيقول تطلعوا الحاجات دي دلوقتي وما تستنوش لما يكتشفوها الغرب الغرب يعني. وقال: لقد بنى أصحاب هذا المنهج هرما من الكتب وجبلا من الأبحاث وأقنعوا ملايين البشر لأكاذيب لا أساس لها في الواقع ولا تصمد أمام المنطق دقيقة واحدة، مستغلين الإنسان العربي الذي لا يقرأ ويعتمد في تشكيل وعيه على السماع منهم. لا أنا عايز أطمنك إبراهيم يا جندي أن في جمهور واعي النهاردة وبينتبه لما يقال وبيفحص ويمحص ويقول رأيه. فنشكر الله من أجل وسائل الإعلام المتعددة اللي وصلت الرأي والرأي الآخر. نعم شكرا. فأنت إذن من الواضح والجلي أنك تعتمد على أدلة كتابية ولا تعطي رأيك الشخصي في هذا الأمر. ده تمام. نعم. في الواقع أنا أحيي الروح المسلم روح الإيمان المطلق لمحبة الله والرغبة في إرضاء الله
لكن نعود نبحث أكثر عن جذور هذه المشكلة في العالم العربي بشكل خاص. تمام. الحقيقة إبراهيم الجندي كشخص مسلم مستنير، نعم، أنا بكرمه وبأرسل له تحية من خلال برنامجكم هذا. نعم. أجاب الأستاذ إبراهيم الجندي على سؤال حضرتك قائلا: المشكلة الأولى التي نعانيها في عالمنا العربي هي اكتساح التيار التلفيقي للإعلام. ماذا تعني بالتلفيقي؟ هو حيكمل. وذكر لذلك أمثلة قائلا: أذكر أن الدكتور مصطفى محمود وهو طبيب بدأ مؤمنا ثم ملحدا ثم مؤمنا، وكان يستورد شرائط فيديو علمية بحتة من الغرب عن الحشرات والأسماك والنحل ويترجمها إلى العربية ويذعها، وفي نهاية كل حلقة يسد العينين ويقول سبحان الله. ويعلق إبراهيم الجندي قائلا: ولا أعرف ما علاقة هذا بذاك. ويكمل مقاله قائلا إبراهيم الجندي: مؤخرا أفردت إحدى كبريات الصحف صفحة كاملة أسبوعيا لأحد المدلسين، هو بيقول عليه كده، ليربط بين العلم والإسلام من خلال لوي أعناق النص لتتفق بأي طريقة مع العلم، الأمر الذي سينتهي إلى الفشل الذريع في النهاية. وينتقل إلى المشكلة الثانية قائلا: المشكلة الثانية هي أن القاعدة العريضة من المتلقين أميين والجزء المتبقي الذي نال قسطا من التعليم أجروا له غسيلا للمخ وأقنعوه أن الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا. وبرضه أنا بطمن إبراهيم الجندي وأقول له جيل الصاعد مختلف عن كده. إحنا نشكر الله. على فكرة معظم من مش معظم الأفلام هي كلها الذي كان يعرضها الدكتور مصطفى محمود العلم والإيمان، أذكر أنا كنت أتابع هالبرامج، هي كانت معدة محضرة من مودي بايبل إنستيتيوت. تمام. مركز مودي لدراسات الإنجيل. مركز مسيحي. نعم مركز مسيحي. لكن مليئة بأشياء طيبة. وكل الناس كانوا معجبين فيها. بس كان بيلبسها التوب الإسلامي يعني. نعم. لكن معدة من قبل. من قبل معهد مسيحي. غير مسلمين. غير مسلم. هل نعود إلى المشكلة الثانية اللي تكلمت عنها عن القاعدة العريضة، هل وجد لها حلا؟ نعم. اقترح بقى إبراهيم الجندي حل لذلك قائلا إيه؟ نعم. الحل لن يكون إلا ببناء عقلية علمية جدلية للخروج من سطوة هؤلاء. وأضاف: وهذا لن يتم إلا من خلال تغيير المناهج الدراسية والتركيز على الفصل بين الدين والدنيا. وختم حديثه بسؤال عن زمن التنفيذ قائلا: فمتى نبدأ؟ تحية لإبراهيم الجندي على كلماته القوية، وده مقال من ضمن مقالات كثيرة قالها يعني. نعم نعم. في الواقع كل هذه المقالات التي ذكرت والدكتور نجار ذكر علماء كثيرين، هو واحد بس اللي بيعرفهم. أيوة. وهذا قيل على لسان خالد منتصر. نعم هنجيله. نعم. أنت ذكرت في بداية الحلقة أن الدكتور حسن مي نوراني أن له هو الآخر أيضا رأي في بدعة الدكتور النجار وعن الإعجاز العلمي في القرآن، فماذا قال يا ترى؟ هو كتب الدكتور حسن مي النوراني في www.arabtimes.com arabtimes.com. نعم. في مقال كتبه من غزة في يوم 24/10/2005 بعنوان: حبيبنا زغلول النجار يجعل القرآن شاهد زور. عنوان ملفت. ويقول الشيخ النجار، الشيخ النجار يقول، هو بيتكلم والشيخ النجار بيقول ان الاسلام قرآنا وسنة نبوية سبق العلم المعاصر بمئات السنين، فاكتشف حقائق علمية كما يدعي الشيخ، قد تأخر العلم الإنساني الغربي في اكتشافها إلى أيامنا الراهنة. ويضيف:
قائلا في برنامج تلفزيوني بثه التلفزيون المصري بتاريخ 6/12 سنة 2000 في برنامج نور على نور، قال ضيف البرنامج الدكتور الشيخ زغلول النجار ان القرآن الكريم سبق اكتشاف نظرية الانفجار العظيم وما تبعها من نظرية اخرى تنتج عنها هي نظرية انتهاء الكون. ثم قال استند الدكتور النجار الى الآية القرآنية أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سورة الأنبياء آية 30. وبعدين يذكر ما قاله النجار أن النبي محمد لم يكن قادرا على أن يكشف الحقائق العلمية التي كشفها العلم المعاصر لولا أنه كان يتلقى الوحي من الله رب العالمين العالم بكل شيء من حقائق الكون. يعني لزقة في ربنا. نعم. ويا لعجب العجاب، يبدو أن جميع الاكتشافات اكتشفها الأول كفرة الكفار قبل الإسلام والمسلمين. نعود عن نتكلم عن تعليق الدكتور حسن مي. ماذا قال الدكتور حسن مي؟ قال إيه بقى؟ تعجبني الرجل ده كمان في آراءه المتزنة وقلمه الجريء. قال ماذا يمكن لنا أن نقول إذا اكتشفنا أن نظرية الانفجار العظيم ليست محل اتفاق علماء الطبيعة المعاصرين، وأن منهم من يرفض التسليم بأنها تفسر ظواهر الكون ونشأته تفسيرا شاملا سليما، العلماء مختلفين عليها. وأن منهم من يعلم بوضوح وقوة أن الانفجار العظيم هذه النظرية حادثة من إبداع الوهم العلمي وأنها لم تحدث مطلقا، وقد استشهد بعدة كتب لعلماء يؤكدون ذلك الرأي. يعني الرجل منطقي وعلماني، يعني منطقي وبيجيب الدليل والبرهان. فبيقول الانفجار العظيم لم يحدث مطلقا، ده كتاب للعالم إريك ليرنر والطبعة الثانية بتاعته سنة 1992، وكتاب تاني لجون كيرن لماذا نظرية الانفجار العظيم خاطئة لهذا العالم، قدم فيها الأدلة العلمية على فساد نظرية الانفجار العظيم. ثم علق قائلا أفليس من العجل إذن أن يقف شيخ مسلم عالم في مجال تخصصه العلمي مجال علم الجيولوجيا فيعلن بصوت جهوري واثق أن نظرية الانفجار العظيم نظرية علمية صادقة قررها القرآن قبل 15 قرن؟ وأضاف دكتور حسن مي موضحا ها نحن نشك في مصداقية نظرية الانفجار العظيم، فهل من حقنا أيضا أن نشك في مصداقية القرآن العلمية؟ ويختم كلامه يقول أي قاضي عادل سيمنحنا الحق في الشك في القرآن الذي ربطه سيد الدكتور النجار بفرضية علمية لن ترقى لمستوى الحقيقة العلمية إلا لديه. زي ما حضرتك بتقول بيجيب أسماء علماء ما حدش يعرفهم هذا في الدنيا غير هو، مش كده؟ فهكذا طبيعة الدكتور النجار. شكرا لكم وشكرا لله لأجل الناس أفاضل مثل الدكتور حسن مي ولكل مفكر وكاتب يعتمد على أدلة واضحة بدون أن يضلل الناس. ننتقل إلى وجهة نظر الدكتور خالد منتصر. فهل لك أن تنيرنا تشير ضوءا على ماذا قال؟ وده ثالث واحد احنا هنتكلم عنه النهاردة. الواقع أن خالد منتصر له مقالات عديدة هاجم فيها نظرية الإعجاز العلمي وزغلول النجار على مواقع عديدة في الإنترنت، منها cadmouse.org والحوار المتمدد. اسمه ايه؟ cadmouse.org وعرب تايمز. فقد قال إن القرآن ليس كتابا في الفيزياء ولا البيولوجيا ولا الجيولوجيا ولكنه كتاب ديني، وربطه بالعلم الذي يتعامل مع النسبي والمتغير فيه خطورة شديدة على الدين نفسه.
شكرا. هل يا ترى وضح الدكتور خالد منتصر خطورة ربط العلم بالدين؟ بالضبط. نحن نعلم كما ذكرت الدين يتعلق بالإيمان والعلاقة مع الله. تفضل. قال أن الدين سيتأثر عندما نربط بين آية ونظرية علمية تثبت عدم صحتها بعد فترة، زي ما قال مي. وأعطى تشبيها رائعا بقوله: الدين إنسان يعيش في يقين تام، بينما العلم مريض بالشك المزمن. تشبيه رائع، عجبني أوي. ويصر أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن على شعار: نحن قد سبقناكم منذ 1400 عام ومهما فعلتم فنحن أصحاب السبق. ليه؟ علشان خاطر أنهم موجود عندهم. وضع دكتور منتصر القضية في مأزق حرج بقوله: إن السؤال المهم الذي لا بد أن يطرحه أصحاب سوبر ماركت الإعجاز العلمي على أنفسهم هو: إذا كانت هذه الآيات بهذا الوضوح والجلاء، فلماذا لم يصل بهم البحث وإمعان القراءة في هذه الآيات إلى اكتشاف النظرية؟ فنكون بذلك قد سبقنا بحق، وأضفنا إلى العلم والتكنولوجيا، وأرحنا الغرب الكافر، بدلا من انتظار هذا الغرب حتى يبحث ويكلف نفسه عناء ماديا وذهنيا إلى الآخر، وبعدين حتى يخرج بالنظرية، ثم نقول له: وضحكنا عليك، كنت حقولها. ده الراجل بيقول كده بيهزأ يعني. اسلوب ساخر من الدكتور منتصر، طبعا يريد ايقاظ النفوس من غفلتها. كيما لا يستبقنا الوقت، انت تكلمت عن الشخصيات المعاصرة. باختصار شديد، هل هناك اي فقهاء من العصور الاسلامية الاولى تعرضوا لهذا الامر؟ اي بس تأكيد طبعا. بس انا هكتفي بواحد بس عشان ضيق الوقت. في موقع الايمان على الانترنت الايمان.com alimam.com، وسوف اكتفي باقتباس واحد لواحد اسمه ابو اسحاق الشاطبي، المتوفى سنه 790 هجريه. ابو اسحاق الشاطبي. الشاطبي. قال رحمه الله في كتاب الموافقات: ان كثيرا من الناس يتجاوزوا الحد في الدعوه على القران، فاضافوا اليه كل علم يذكر للمتقدمين أو للمتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وأشبهها، وهذا لا يصح. شكرا. في الواقع لا يسعني شخصيا إلا أسألك هذا السؤال، إنه ويبدو وكأنه هناك قضية شخصية بينك وبين الدكتور نجار. إيه الحكاية؟ شو الموضوع؟ صح، القضية بتاعتي بيني ما بينه قضية الحب. اولا انا بحب هذا الرجل حقيقي يعني، وبحب اي انسان بيجتهد يعني، وكل واحد يقول رايه، بس بحب ان هو يكون عنده مصداقيه. والمشكله مشكله بالضبط، قضيتي ليست مع الدكتور زغلول، قضيتي هي مناقشه: هل القران وحي من عند الله؟ يعني انا مش بقول كل الحلقات دي عشان في الاخر يبقى ايه، طالع الدكتور النجار ولا حاجه، مش ده القصد، لكن انا ليا هدف اخر: هل القرآن وحي من عند الله؟ ده السؤال بتاعي. فالدكتور زغلول لم يجد أمامه ما يبرهن به على أن القرآن هو من عند الله إلا نظرية الإعجاز العلمي كدليل دامغ على ذلك، لما قال إن محمد ما كانش يعرف ده الوحي اللي قال له، فهو عايز يثبت صحة الوحي. بهذا كان، ونحن قد أثبتنا بالأدلة والبراهين القاطعة بطلان نظرية الإعجاز العلمي للقرآن. إذن فقد بطل ما ترتب عليها. وأترك للمشاهد الفطن إدراك المقصود اللي أنا عايز أقوله. وعلى علماء الأزهر إن كان لهم رأي آخر أن يفيدونا على عناوين البرنامج. ما ذكرته كلام جريء جدا وخطير جدا، ولم يجرؤ أحد على مثل هذا القول. على كل حال، نترك الإجابة لدى المشاهدين، ودعنا نعود إلى أهم موضوع، وهو علاقتي بالله والشرك مع الله، وكيف أسير في حياتي مع الله الذي خلقني لسبب معين. آمين آمين. العلاقة مع الله موضوع حلقتنا في هذا البرنامج كله. علاقتنا مع الله تكلمنا عليها، ليه خلقنا ربنا بالحب ولأجل أن نصير أبنائه وعائلته،
وبعدين موقف الناس الرافض، وبعدين مبادرة الله علشان خاطر يرفع عنا العقوبة بتاعت الخطية وهي الموت بسبب تركنا وانفصلنا عن الله، ثم مبادرة المسيح بالقرع القلب. وبعدين شفنا المرة اللي فاتت ازاي بقبل. النهاردة لو انت قبلت، عايز اكلمك على حاجة مهمة بقى، وهي امتيازات هذا القبول. ايه اللي الانسان بياخده لما بيقبل المسيح في حياته؟ نعم. واحد ياخد رتبة البنوية، اثنين ياخد الطمأنينة القلبية، ثلاثة ياخد الحياة الأبدية. ثلاث امتيازات يحصل عليهم المؤمن لما يقبل المسيح في حياته. رتبة البنوية، الكتاب يقول كده: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. جميل جدا. فأنا بأمن بالمسيح، بقبله في حياتي، باخد منه نسبتي إلى السماء والبنوية لله بالمعنى الروحي طبعا. ثم الطمأنينة القلبية، يدي سلام، يعطي سلام. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. ثم الحياة الأبدية، أجرة الخطية موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. أمين. أمين. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. لو ما طلبتش المسيح عشان تاخد الامتيازات دي، قل له دلوقتي: يا رب أنا بقبلك في حياتي كأب ليا، وأنا أصير ابن ليك. آمين. والرب يباركك. آمين. شكرا جزيلا. أحسن. إخوتي أخواتي، أمي، أبلاد عمي، أحبائي المسلمين، الله أحبنا محبة عظيمة تفوق كل وصف، ولأنه مكتوب: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، كما سمعنا. إن محبتي ومحبتنا في هذا البرنامج أسئلة على الإيمان، ورغبتنا الشديدة تدفعنا لنتساءل عن هذه الأسئلة الكثيرة، وأهمها: أين تريد أن تقضي حياتك الأبدية؟ هل تريد أن تكون في جنة النعيم أم في جهنم السعير، حيث نار لا تنطفئ وعذاب مرير لا يمكن أن تستطيع أن تتصوره؟ ارفع قلبك إلى الله كما سمعت، واطلب منه أن تكون ابنا له ولست عبدا. آمين. شكرا، واللقاء في حلقة أخرى. آمين.